دافعين هاي اللقطة يزيد عودها لنا منذ البداية. نعم مع بوصوف. أنا بوصوف أنا كانت تغطية من المدافعين، لو خلى الكرة لكان اللاعب القبلي يلعب الكرة، لكن عدم كلام بين المدافع والحارس خلى بوصوف يرجع الكرة في وسط المرمى ويسجل. ما زلقش نوعا ما. لا هنا كلام بين، يعني عدم كلام بين الدفاع والحارس.